الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 30 عاما في خدمة القرآن الكريم وتجويده والتدبر في كتاب الله الكريم الذي أنزله الله تعالى نورا وهداية ورحمة للعالمين، لتواصل المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم الإتقان والتلاوة لآيات الذكر الحكيم بمشاركة متسابقين ل64 دولة يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفهم معاني ومقاصده السامية. التعارف الذي يتم بين شباب وفتيات يحفظون القرآن الكريم من بلاد عدة، هذا التعارف مطلوب، وبسببه جعل الله تعالى الناس أنواعا وأشكالا، كما في القرآن: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أيضا في إعطاء الجوائز والمكافآت للحفظة دافع لمواصلة حفظهم للقرآن وتعليمهم إياه. المسابقة التي تقام بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة تشتمل على 6 فروع هي: حفظ القرآن الكريم لغير الآئمة وللناطقين بغير اللغة العربية ولذوي الهمم والأسرة القرآنية. هذه المسابقة مسابقة مصر العالمية، هي مسابقة حقيقة أتشرف بالمشاركة فيها وأمثل دولتي الحبيبة في هذه المسابقة المباركة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تستمر المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم حتى 27 ديسمبر، وتم رفع الجوائز إلى أكثر من 8 ملايين جنيه بزيادة عن العام الماضي. استطاعت المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره تعظيم دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم والاهتمام بقضايا الفكر الديني، لتجمع أكثر من 64 دولة على مستوى العالم على كتاب الله وبأحكامه وفهم معاني، لتظل مصر في خدمة القرآن الكريم بقرائها الذين برعوا في الإتقان والتلاوة لآيات الذكر الحكيم. من داخل المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد ممدوح، التلفزيون المصري.